ما الذي يقوم به الجسم للتغلب على فيروس كورونا؟ ولماذا يفشل أحياناً؟ تبدأ العدوى عن طريق الجهاز التنفسي، حيث يدخل الفيروس إلى جسم الإنسان وينتشر في خلاياه بشكل سريع. بمجرد دخوله إلى جسم الإنسان فإن الفيروس يجد نفسه في مواجهة مع الجهاز المناعي عدوه الأكثر شرسة. يمكن تقسيم استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع خطر الفيروس إلى مسارين. المسار الأول وهو الاستجابة المناعية الفطرية، وتعتبر هي الحماية الأساسية التي يلجأ إليها الإنسان أو جسم الإنسان، إذ تبحث خلال هذه المرحلة أو هذا المسار كل خلية عن علامات وراثية منبهة لتكاثر الفيروس، وتبدأ بإفراز إشارة لإخبار الخلايا المجاورة بوجود عدوى فيروسية، وبالتالي تنتج بروتينات مضادة للفيروسات. لكن هذا الطريق يمكن أن يفشل بعدما طور فيروس كورونا على سبيل المثال طرقا للتحايل على هذه الاستجابة الأولية أو الفطرية لنظام المناعة. في حال فشل هذا المسار الأول، يبدأ عمل المسار الثاني في نظام المناعي للجسم، والذي يعرف بالجهاز التكيفي. هذا الجهاز يعمل بطريقة مختلفة تماما، إذ يملك أدوات للبحث عن الفيروس وتدميره أيضا من خلال هذه الأدوات، لكن يبقى أمر مجهول جدا بالنسبة لنا، وهو قدرة أجهزة المناعة لدى بعض الأشخاص على مقاومة الفيروس، بينما تعجز أخرى عن القيام بذلك. يعود هذا الفشل إلى إطلاق إشارات تحفز خلايا الدم البيضاء على الانقلاب على الخلايا السليمة، هذا ما يؤدي إلى تدمير جهاز المناعة وفشله كليا في القضاء على الفيروس، أحيانا قد يؤدي إلى الوفاة. إذن قوة الجهاز المناعي في جسم الإنسان تعد العامل الأساسي في مواجهة فيروس كورونا، لكنها تعمل بآلية معقدة تختلف من شخص لآخر. عموما للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان أستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية دكتور درار حسن بلعاوي. دكتور درار مرحبا بك معنا، صباح الخير ورمضان كريم. يعني عن دور الجهاز المناعي فيما يتعلق بفيروس كورونا، كيف يمكن أن نصفه، وكيف يمكن أيضا تفسير أو ما من تفسيرات وفرضيات لاختلاف أداء الأجهزة المناعية من شخص لآخر؟ مساء الخير يا ستي، وكل عام وأنتم بخير. زي ما تفضلتي في تقريرك، يعني جهاز المناعة هو منظومة متكاملة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تعمل مع بعضها البعض حتى إنها تقدر تقاوم الأجسام الغريبة التي تيجي على جسمنا. وحتى نعطي المشاهد بس يعني باك جراوند، نعطيه بس يعني يعرف بالضبط شو هو جهاز المناعة. جهاز المناعة هو جزئين، عندنا المناعة الفطرية وعندنا المناعة المكتسبة أو المناعة التكيفية. المناعة الفطرية ستي اللي هي لما يدخل عندنا إحنا الفيروس، أول ما يدخل فإحنا الجلد هو جزء من المناعة يمنعه أن يدخل، المخاط هو جزء من المناعة، اللعاب جزء من المناعة، حموضة المعدة جزء من المناعة، في عندنا في دمنا خلايا اسمها الخلايا البلعمية تقوم ببلع الفيروس أو أي ميكروبات تدخل إلى مناعتنا، وهي أشياء فطرية نولد بها. ولكن في عندنا جزء مناعة آخر اسمه المناعة المكتسبة، وهذه المناعة المكتسبة هنا السر يا سيدتي. المناعة المكتسبة نأخذها بطريقتين، الطريقة الأولى طريقة طبيعية، ومن أهمها عن طريق الأم، طريقة سلبية تجينا من مثلا حليب الأم. لذلك احنا دائما بنركز انه الطفل لازم عندما يولد انه الأم تعطيه من حليبها ولا نعتمد على الحليب الصناعي. وجزء ثاني هو عن طريق صناعي، طريقة صناعية، ومن أشهرها هي اللقاحات. لذلك إحنا نستنى الآن اللقاح لمثلا فيروس كورونا. فهذا هو لماذا بعض الناس بتلاقيهم بيستجيبوا لفيروس كورونا بطريقة مختلفة عن الآخرين، لأنه جهاز المناعة يا سيدتي. طيب، ولكن هل جميع المسار مثلا عندما نتحدث عن المناعة الفطرية لدى بعض الأشخاص طريقة لمحاربة وباء كورونا بالمناعة الفطرية؟ لأننا تحدثنا وربما أشرنا لمسألة أنه طور من نفسه وبالتالي وجد آليات للتحايل عليها.
لا يا ستي، احنا خلينا بس نوضح هاي المعلومه اللي تفضلت فيها وهي منتشره، خلينا يعني نكون برضو واقع، احنا لا نريد لا تهويل ولا تهويل. ما يقال على وسائل يعني الاعلام والتواصل الاجتماعي انه الفيروس قام بتحوير نفسه، لا يا سيدي، شوف فيروس كورونا هو من فيروسات الار ان اي، وفيروسات الار ان اي هاي موجوده في الكتب ونعرفها، طريقه يعني بصير عنده في طفرات سريعة، نعم يطور حاله بشكل سريع، طفرات مش تطوير، يعني طفرات سريعة، وهذه الطفرات ليست لصالحه. عادة هذه الطفرات تؤدي للانتهاء من هذا الفيروس، يؤدي إلى إضعافه، لأنه أصلا الفيروس هو ما بده يقتل الهوست اللي هو خليتنا، عشان هو بده يعيش، بده يمشي في هذه الدنيا. لهذا السبب يا سيدي، هاي الطفرات البسيطة تاعت الفيروس ما أثرت عليه من حيث شراسته أبدا. والدليل بأنه أكثر من 90% 95% من الناس المصابين بكورونا يعالجون يا سيدتي. فإحنا ما عندنا مشكلة بأنه والله هذا الفيروس عمل طفرات وهذه الطفرات ستؤدي أنه الجسم ما عرف يتعامل معه. لا أبدا. طب هناك بعض الأشخاص الذين يواجهون أو يعني فيروس كورونا من خلال المناعة الفطرية العادية. نعم صحيح. نعم صحيح، بمعنى المخاط. إحنا ليش موجود عندنا مخاط؟ لهذا السبب إنه المخاط ممكن يمسك هذا الفيروس، وإحنا لما نسعل أو إن يعني بالسعال أو بالعطاس نخرج هذا الفيروس. هذا بنحكي دائما استخدم المنديل، استخدم الكتف، حتى إنه ما ننقل هذا الفيروس لناس آخرين. طيب من صالح الناس حاليا، لان البعض اثار كثير من الجدل، وعذرا لان الوقت بدا يدركني، هذه نقطه جد مهمه، تعزيز او تقويه المناعه تحضيرا او استباقا للفيروس، هل هذا مطلوب ام انه من شانه ان يزيد او يقوي الاستجابه المناعيه وبالتالي يقوي الاعراض؟ ستي، لا شيء في العلم اسمه تعزيز أو تقوية المناعة. مناعتنا بفضل الله ممتازة وتعمل في حال أنه الإنسان كان يتناول غذاء متوازن، كان يمارس الرياضة، يبتعد عن كل العوامل التي ممكن أن تضعف المناعة، مثل أن يأكل مأكولات غير الصحية، أن لا يلتزم بالرياضة، أن يدخن. بعدين في عندي إشارة أخرى، يعني ليش طيب يا أخي في ناس تستجيب لمناعتها أحسن من ناس آخرين؟ عوامل وراثية، عوامل غذائية، عوامل زي ما حكينا، من أول حياته لم يأخذ من حليب الأم، لم يأخذ من هاي الأجسام المضادة. بعدين العمر، نلاقي إحنا أكثر الناس للأسف اللي فقدناهم بفيروس كورونا هم كبار السن 80 و85، وهذا بحكم العمر أصلا المناعة ستقل. وأيضا الناس وخصوصا الناس اللي عندها أمراض مزمنة مثل السكري الغير منتظم، برضو هذا يؤثر على المناعة. لهذا نجد أنه الناس اللي للأسف اللي فقدناها لها عوامل خطورة، عندها عوامل اختطار، وأهمها الأمراض المزمنة أو اللي بياخذوا أدوية ضد يعني اللي بتضعف المناعة. طيب الآن حاليا في لجوء للناس وحتى محاولات للتسويق لبعض المكملات أو الفيتامينات، فيتامين سي، تناول فيتامين سي، تناول فيتامين دي وغيرها، هل هذا منصوح به؟ لا يا سيدي، الجواب لا. الجواب لا. شوفي، أنا يعني إحنا بدأنا حديثنا يا سيدتي إنه جهاز المناعة هو عبارة عن منظومة متكاملة، فأنا أستغرب حقيقة من بعض الناس ومن بعض حتى المتخصصين اللي بيقول لك لا، أنت يجب أن بتقوي مناعتك وتأخذ فيتامين سي. يعني أنت لما تأخذ فيتامين سي، أنت أي جزء من المناعة اللي بدك تقويه؟ بدك تقوي النخاع العظمي، ولا بدك تقوي الخلايا التائية، ولا بدك تقوي الخلايا البائية، ولا بدك تقوي الغدة الزعترية؟ يعني ما هذا الكلام غير العلمي يا سيدتي؟ نحن مع الغذاء المتوازن الذي يعطي أجسامنا العناصر المهمة للمناعة. نعم، إذا كان الإنسان لا يتناول فيتامين سي، يعني ما بأخذ من الخضار والفواكه، نعم ننصح أنه يأخذ فيتامين سي أقراص، لكن إذا عم بأخذ فيتامين سي من الغذاء فتمام. فيتامين دي وهو من العناصر المهمة جدا للمناعة، إذا كان عم بأكل من الأسماك ومن البقول عم بأخذ فيتامين دي وبتعرض للشمس، أنا ليش بدي أعطيه فيتامين دي؟ ولكن إذا كان هناك نقصا في فيتامين دي، نعم ننصحه بأنه يأخذ فيتامين دي أقراص. أما أنه والله كلمة والله هذا مغذي خذه لتقوية المناعة، أو هاي عشبة بتقوي المناعة، نعم هذا غير علمي. شكرا جزيلا لك. من عمان أستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية الدكتور ضرار حسن بلعوي.